طبعا احنا ننتهز الفرصه سامعين المواهب الخاصه بالاطفال والاي والمذيع الصغير والاعلام الصغير اللي يعمل عمليه مونتاج. واحنا دلوقتي يعني يمكن في كذا مؤسسه، مؤسسه بنت الحجاز ده عالم من اعلام الجمعيات والمؤسسات في مصر، في مؤسسه زويل العلميه، في اكاديميه ايبك، ده كله بيهتم بالنواحي الخاصة بالإعلام والمثقفين. ومعانا دلوقتي على المنصة الأستاذ عادل أسعد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زويل في القاهرة، ورئيس مجلس إدارة أكاديمية إيبك، موجود على المنصة برضو بيقول لنا بعض الأنشطة اللي بيقوم بيها المؤسسة والأكاديمية. أهلا وسهلا. السلام عليكم. منورين الدنيا كلها بصراحة، يعني كل فخر والسعادة في وجودي في يعني في حبرة أخوي الغالي يعني العزيز الدكتور ناصر السلموني، دوت من أفضل الناس اللي أنا شفتهم، وأختي الغالية برضك الدكتوره نجلاء، يعني بصراحه من الناس المميزين اللي انا شفتهم في مصر. يعني مش عارف اقول ايه، بس باختصار انا عايش بره مصر، انا عايش في امريكا من اكتر من 30 سنه، ونزلت مصر سياحه وكده. فيعني اختصارا فكرت ان انا اخدم البلد هنا بحاجات مميزه، ففتحت اكاديميه في مصر الجديده في سانت فاطمه، أكاديمية مميزة على طراز جميل جدا جدا. يعني حضراتكم ليا الشرف إن حضراتكم تيجوا يعني نديلكم البرود بتاعتنا وتزورونا وتشرفونا، ربنا يخلي حضراتكم. فيها قاعات وفيها كل الحاجات. أكاديمية إيبك هي فيها مجموعة من القاعات الخاصة بالموسيقى، بالأيروبكس للأطفال، رياض الأطفال، كمان استوديوهات للتصوير والصوت، كمان في امكانيات للتصوير كمان، وعمل لقاعات موجوده في مكان موجود، في كمان قاعات علميه، وفي كمان تدريبات. يعني اكاديميه ايبك بتقوم بعدد كبير جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه من تدريبات في الاذاعه والتلفزيون، وتدريبات تنميه بشريه، وعدد كبير جدا من الندوات اللي هتكون موجوده ان شاء الله وتفعل الفتره القادمه.